طيب، من أول الفيديو ده ولحد نهاية الكورس هيبقى كلامنا بالتحديد عن 8086 مايكرو بروسيسور، تمام؟ فإحنا الفيديوهات اللي فاتت أخدنا إيه؟ الفيديوهات اللي فاتت أخدنا انتل بروسيسور من أول 8086 لحد كور 2 والبروسيسورز اللي ما بينهم، وعرفنا الاختلافات اللي ما بينهم وعرفنا الريجسترز اللي فيهم. لكن من أول دلوقتي بقى هيبقى كلامنا بالتحديد عن إيه؟ هيبقى بالتحديد عن انتل 8086. في الفيديو ده هناخد حاجة اسمها البي اي يو والبي والاي يو والبايب لاين، هناخدهم في فيديو واحد، والفيديو الجاي بإذن الله هنتعرف أكثر عن الريجسترز اللي موجودة في ال 8086. طيب، أول حاجة البروسيسور عندنا أو ال 8086 بروسيسور عندنا بيتقسم لحاجتين، بيتقسم للبي اي يو وبيتقسم للاي يو. يبقى ال 8086 بيتقسم للبي اي يو. البي اي يو دي اللي هي حاجة اسمها الباس انترفيس يونت، حاجه اسمها الباس انترفيس يونت، والاي يو حاجه اسمها الاكسكيوشن يونت. فاحنا لو بصينا على رسمه البروسيسور كامله، دي كده رسمه لل 80، تقدر تعتبر دي كده رسمه كامله لل 8086 مايكرو بروسيسور. طيب، عندنا المعالج نفسه، المفروض ان ده كده الكمبيوتر نفسه، لكن هنا ده المعالج نفسه، ماشي؟ المعالج نفسه بيتقسم لحاجتين، بيتقسم للبي اي يو وبيتقسم للاي يو اللي هي الاكسكيوشن يونت، وبيبقى عندنا مجموعه من الريجسترز موجوده بداخل المعالج نفسه، ماشي؟ وعندنا هنا الذاكره اللي هي الرام. طيب، تمام. اول حاجه بالنسبه للباس انترفيس يونت دي بتعمل ايه؟ ذا باس انترفيس يونت ديت بتinteract with memory and the input output devices and in fetching the instruction and the data required by the EU. يبقى الباس انترفيس يونت بتعمل ايه؟ الباس انترفيس يونت دي بتاخد التعليمات او الانستراكشن من الذاكره، وممكن كمان تاخدها من الاي او او الانبوت اوتبوت ديفايسز اللي جايه لي من العالم الخارجي، وبتعمل ايه؟ بتفهم نوع الانستراكشن والتعليمات وتبعتها للاكسكيوشن يونت اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بتنفذ التعليمات نفسها. يبقى لو رحنا للاكسكيوشن يونت، الاكسكيوشن يونت از ريسبونسبل فور اكسكيوتنج ذا انستراكشنز اوف ذا بروجرام اند كاري اوت ريكوايرد بروسيسنج. يبقى الاكسكيوشن يونت هي دي اللي بتنفذ الانستراكشن. يبقى انا عندي اي تنفيذ الانستراكشن في ال 8086 بيتم على مرحلتين. المرحله الاولانيه بتقوم بيها الباس انترفيس يونت، بتاخد التعليمات من الذاكره او الانستراكشن من الذاكره وتفهم نوع التعليمات دي، وبتيجي الاكسكيوشن يونت هي اللي بتنفذها. طيب، ليه قسمنا المايكرو بروسيسور لجزئين، لباس انترفيس يونت واكسكيوشن يونت؟ بيقول لي هنا ان ذا ميجر ريجن فور ذس سيبريشن از تو انكريز بروسيسنج سبيد اوف ذا بروسيسور، عشان نزود سرعه المعالج. طيب، ازاي سرعه المعالج هتزيد بالتقسيم ده؟ هنعرفها كمان شويه عن طريق حاجه اسمها البايب لاين، تمام؟ طيب، ده كده شكل التركيب الداخلي لل 8086. لو تلاحظ كده، خلينا نقسمها كده كبلوكات عشان يبقى شكلها اوضح. الجزء ده على بعض من اول هنا لحد هنا هو البي اي يو او الباس انترفيس يونت. ده كده الباس انترفيس يونت، اكبر خط شويه. ماشي، والجزء ده على بعضه هو ايه؟ هو الاكسكيوشن يونت، وده كله على بعضه هو المايكرو بروسيسور. طب هتقول لي فين الريجستر؟ انت بتقول لي في الرسمه دي ان انا عندي المعالج من جوه في البي اي يو وفي الاي يو وفي مجموعه الريجسترز. مجموعه الريجسترز زي ما انت شايف متقسمه، في شويه منهم موجودين في البي اي يو زي مجموعه السيجمنت ريجستر سي اس والدي اس والاس اس والاي اس، وشويه موجودين في الاكسكيوشن يونت زي الاي اكس والبي اكس وهكذا. فانت الريجسترز شويه هتلاقيهم موجودين في الاكسكيوشن يونت وشويه موجودين في الباس انترفيس يونت. طيب، مش مطلوب مني قوي نعرف التركيب الداخلي بقى للرسمه دي، يعني الرسمه دي مش مهمه قوي بالنسبه لنا. انا كل اللي عايزك تعرفه من الحته دي ان احنا عندنا المايكرو بروسيسور متقسم لجزئين، باس انترفيس يونت واكسكيوشن يونت. طيب، تمام. بعد كده بقى اروح لحاجه اسمها البايب لايننج. البايب لايننج يعني انا اصلا قسمت المعالج ل باس انترفيس يونت واكسكيوشن يونت عشان احقق حاجه اسمها البايب لايننج. طيب، الاول ايه هو البايب لايننج؟ قبل ما نشرح البايب لايننج، اي تعليمه او اي اسمبلي انستراكشن عندنا بتتنفذ على ثلاث مراحل.
بيحصل لها اول حاجه فيتش، بعد كده ديكود، بعد كده اكسكيوت. يعني فيتش يعني باخد الانستراكشن من الميموري، تعالى كده نشرحها على البروسيسور نفسه. يبقى اول حاجه عمليه الفيتش للانستراكشن ان انا باخد الانستراكشن دي من الميموري، بعد كده ديكود، وده اللي بيعمله الباص انترفيس يونت. بنفهم نوع التعليمه دي، هل هي اديشن اد انستراكشن يعني عمليه جمع، هل هي سب انستراكشن عمليه طرح، هل هي ملتيبليكيشن ايا كانت، فدي عمليه الديكود. بعد كده اكسكيوت، بنفذ بقى التعليمه نفسها، يعني بجمع الرقمين واطلع الناتج، وده اللي بتعمله الاكسكيوشن يونت. تمام، فلو رجعنا هنا يبقى اي انستراكشن بيحصل لها بتتنفذ على ثلاث مراحل. بتتنفذ في اول حاجه الفيتش، ان انا باخد الانستراكشن من الذاكره، بعد كده الديكود بفهم نوع الذاكره، بعد كده الاكسكيوت بنفذ التعليمه او الانستراكشن نفسها. طيب ده معناه ان اي انستراكشن لازم تاخد 3 سايكل، كل عمليه من دول عمليه الفيتش هتاخد 1 سايكل 1 كلوك سايكل، الديكود هتاخد 1 كلوك سايكل، ايه الاكسكيوت برضه هتاخد 1 كلوك سايكل. يبقى اي انستراكشن عندي هتاخد كام بقى سايكل؟ هتاخد 3 كلوك سايكل، 3 كلوك سايكل. يعني لو افترضنا ان الكلوك الواحده او السايكل الواحده بتاخد 1 نانو سكند، فانا عندي اي انستراكشن هتاخد 3 نانو سكند. ماشي. طيب طيب لو انا بقى عايز اسرع المعالج شويه، ماشي، انا عايز اخلي المعالج اسرع، عندي حلين. الحل الاول ان انا هزيد الفريكوانسي. ليه هزيد الفريكوانسي؟ احنا قلنا ان اي انستراكشن بتاخد واحد، او احنا عندي العمليه الواحده او الفيتش بياخد 1 كلوك سايكل، الديكود بياخد 1 كلوك سايكل، والاكسكيوت بياخد 1 كلوك سايكل. تمام، ولو افترضنا ان السايكل الواحده بتاخد 1 نانو سكند، انا ممكن بدل ما اخليها تاخد 1 نانو سكند اخليها تاخد 1 بيكو سكند. فانا كل ما بقلل السايكل الواحده ده معناه ان انا هزيد الفريكوانسي. احنا عارفين ان الفريكوانسي بيساوي مقلوب البيريود، فانا عندي كل ما هقلل السايكل، السايكل الواحده اللي بتاخدها الانستراكشن، ده معناه ان انا هزود الفريكوانسي. تمام، فالحل الاولاني ان انا هزود الفريكوانسي، وبالتالي عدد الانستراكشن اللي هتتنفذ في الثانيه الواحده هيبقى اكبر. ده الحل الاولاني، ماشي، بس مش ده الحل اللي احنا هنناقشه هنا. الحل الثاني بقى اللي احنا عايزين نناقشه دلوقتي هو استخدام فكره البايبلايننج. فكره البايبلايننج ودي بتتطلب منا ان احنا نغير التركيب الداخلي للمعالج. يبقى البايبلايننج تشينج ذا انترنال اركتكتشر اوف ذا سي بي يو. طبعا غيرنا الايه اللي هو نفس اللي احنا عملناه بالظبط، ان احنا خلينا المعالج متقسم ل باس انترفيس يونت و اكسكيوشن يونت. هو ده التغيير اللي احنا عملناه. طيب يعني ايه بقى بايبلايننج؟ يعني ايه بايبلايننج؟ طيب خلينا نشرحه هنا. هنا بيجيب لك مثال بغساله الاطباق، بس احنا مش هناخد المثال ده، احنا هنشرح على الانستراكشن نفسها. طيب اول حاجه خلينا كده نقارن ما بين بدون بايبلاين، خلينا نمسح الحته دي عشان نكتب مكانها. هنعمل هنا كده مقارنه، هنا ويزود بايبلاين او بدون، خلينا نكتبها كده بالعربي، بدون بايبلاين، وهنا بايبلاين. وايه الفرق ما بينهم بقى؟ اول حاجه لو احنا ما استخدمناش فكره البايبلاين دي، لو انا عندي 3 انستراكشن، انستراكشن مثلا اسمها اد بتجمع، وبعد كده انستراكشن اسمها سب، وبعد كده انستراكشن اسمها موف مثلا. مش مهم الانستراكشن دي معناها ايه دلوقتي، يعني احنا انستراكشن الاد دي بتعمل عمليه جمع، السب دي بتعمل عمليه طرح، الموف دي بتعمل عمليه نقل حاجه من الميموري، بس مش مهم نوع الانستراكشن. طيب احنا قلنا ان كل انستراكشن بتاخد 3 سايكل، فيتش اكسكيوت ديكود، او فيتش ديكود اكسكيوت. تمام، فاول انستراكشن دي هتتنفذ فيه 3 كلوك سايكل، ادي الانستراكشن اسمها اد، ماشي. بعد كده تاني انستراكشن اللي هي سب دي هتاخد لها هي كمان 3 كلوك سايكل، فيتش اكسكيوت ديكود. بعد كده الانستراكشن الاخيره اللي هي الموف هتاخد لها هي كمان 3 كلوك سايكل، فيتش اكسكيوت ديكود. طيب دي اخذت 3 كلوك سايكل، ودي اخذت 3 كلوك سايكل، ودي اخذت 3 كلوك سايكل، فالاجمالي كام؟ الاجمالي 9 كلوك سايكل. فاذا الثلاثه انستراكشن دول بدون البايبلاين محتاجين 9 كلوك سايكل. طيب لو استخدمنا فكره البايبلاين هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه ادي نفس الثلاثه انستراكشن اللي هي اد وصب وموف. طيب اول حاجه هنفذ الاد في 3 كلوك سايكل عادي، يبقى دي اول انستراكشن اللي هي الاد هنفذها في 3 كلوك سايكل. ادي فيتش، خلينا بقى نقول ان الفيتش هرمز له برمز الاف،
الديكود برمز الدي اكسكيوت برمز الاي. خلينا هنا فيتش ديكود اكسكيوت فيتش ديكود اكسكيوت فيتش ديكود اكسكيوت. طيب وهعمل ايه بقى؟ مش هستنى يعني اول ما الانستراكشن دي تخلص فيتش هعمل ديكود للانستراكشن اللي هي اسمها صب. فانا هعمل ايه؟ هبدا الصب من اول هنا كده. فالصب هيبتدي تعمل لها ديكود هيتعمل لها فيتش بعد كده ديكود بعد كده اكسكيوت. فانا مش هستنى اما الانستراكشن اللي اسمها ادي تخلص عشان اعمل فيتش للانستراكشن اللي اسمها صب. لا ده اول ما هي تخلص فيتش هعمل فيتش للصب على طول. بعد كده دي هتخلص ديكود هكون انا بدات اعمل ديكود للانستراكشن الثانيه. بعد كده دي تخلص اكسكيوت هكون عملت اكسكيوت للانستراكشن الثانيه. طيب نفس الكلام بالنسبه للموف. الموف هعمل ايه؟ ادي الموف هبدا اعمل لها فيتشنج من اول السايكل دي. فيبقى عندي هنا فيتش اكسكيوت ديكود فيتش ديكود اكسكيوت. تمام. خلي بالك ان الحاجات الرئيسيه دي بتمر او بتتم في وقت واحد. يعني الديكود بتاع الاد بيتم في نفس الوقت بتاع الفيتشنج بتاع الصب. وعندي هنا الاكسكيوت بتاع الموف بيتم في نفس الوقت بتاع الديكود بتاع الصب بيتم في نفس الوقت بتاع الفيتشنج بتاع الموف وهكذا. تمام. طيب فانا عندي هنا اخدت بقى كام كلوك سايكل؟ طيب نقسمها كده، ادي واحد اتنين ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة. يبقى انا اخدت توتال خمسة كلوك سايكل. طيب يبقى مين الاسرع بقى؟ اللي بدون بايب لاين اللي اخد تسعة كلوك سايكل ولا اللي باستخدام البايب لاين اللي اخد خمسة كلوك سايكل؟ لا طبعا اللي باستخدام البايب لاين هو اللي خمسة كلوك سايكل هو اللي اسرع. فهنا فكرة البايب لاين بتسرع لي عملية تنفيذ الانستركشن. طيب انا ليه عرفت اعمل بايب لاين؟ ليه عرفت اصلا اعمل هنا يعني في الحته دي ليه عرفت اعمل اكسكيوت وديكود وفيتش في نفس الوقت؟ طيب هقول لك دلوقتي لو رجعنا لرسمه البروسيسور نفسها نرجع لها كده بسرعه، لان انا اصلا كل دي حاجات مش معتمده على بعضيها. انا وانا بعمل فيتش من الذاكره للرام للانستراكشن اللي اسمها مثلا ولتكن اد، كنت بعمل ديكود للانستراكشن اللي اسمها صب في الباس انترفيس يونت. تمام. وكنت بعمل اكسكيوت الانستراكشن اللي اسمها مو في الاكسكيوشن يونت. فكل واحد منهم بيتنفذ في مكان مختلف. انا اصلا ما ينفعش استخدم نفس اليونت، يعني الاكسكيوشن يونت دي ما ينفعش تنفذ عمليه الموف والاد في نفس الوقت، لازم كل واحده تتنفذ لوحدها. بس لان كل واحده بتتنفذ في حته معينه، يعني الاد لسه بيحصل لها فيتشنج كان الصب بيحصل لها فيتشنج، الاد كان بيحصل لها فيتشنج كان الصب بيحصل لها ديكودنج، بعد كده الموف كان بيحصل لها اكسكيوتنج، كل دول في نفس الوقت بس كل واحد شغال في حته معينه من البروسيسور. وعشان كده انا عزلت الاكسكيوشن يونت من الباس انترفيس يونت. ليه؟ عشان كل واحده تقدر تنفذ تعليمه لوحدها في نفس الوقت. تمام. فهي دي بقى فكره البايب لايننج، ان انا بنفذ الانستراكشنز في نفس الوقت بس ما يكونوش معتمدين على البعض. فهنا زي ما هو كاتب في الرسمه دي كده، يعني هنا بدون بايب لاين كان ايه اللي بيحصل؟ بدون بايب لاين كان كل انستراكشن كان اول انستراكشن او الانستراكشن الاولانيه بيحصل لها فيتش ديكود اكسكيوت، بعد كده هبدا في الانستراكشن الثانيه بعد ما خلص الاولانيه خالص هبدا في الثانيه فيتش ديكود اكسكيوت، بعد كده هبدا في الانستراكشن الثالثه فيتش اكسكيوت ديكود. فهاخد من اول سايكل واحد لحد سايكل تسعه، فدول كده عندي تسعه سايكل. لكن باستخدام البايب لاين ادي الانستراكشن الاولانيه هعمل لها فيتش، بعد كده بعد ما اخلص فيتشنج للانستراكشن الاولانيه هعمل فيتشنج للانستراكشن الثانيه على ما الاولانيه يحصل لها ديكودنج، بعد كده هيحصل اكسكيوت ديكود وهكذا. فاكيد احنا خلاص فهمنا الفكره. فانا عندي هنا خمسه انستراكشن هيخلصوا عند السايكل السابعه. تمام. على الرغم ان هنا عندي ثلاثه سايكلز بس خلصوا عند الانستراكشن، ثلاثه انستراكشن بس خلصوا عند السايكل التسعه. فواضح كده اصلا ان البايب لاين اسرع بكتير من النون بايب لاين. طيب في حته بس عايز اقولها، ان انا عندي عشان برضو انفذ البايب لاين ده بشكل صحيح بحط حاجه اسمها بفر او كيو. البفر كيو ده بيكون 4 بايت في 80 88 بروسيسور، وبيكون 6 بايت في 80 86 بروسيسور. فاحنا عندنا بما ان احنا شغالين على 80 86 فهو بيبقى عباره عن 6 بايت. فبيبقى عندي بفر، البفر ده بيبقى وظيفته ايه؟ لو انا عندي اف ان انستراكشن توك تو لينك تو اكسكيوت، يعني لو في عندي انستراكشن خدت وقت طويل عشان تتنفذ، فعشان اعمل فيتشنج للانستراكشن اللي بعدها ممكن احطها في الكيو. فخلينا برضو نوضح الحته دي اكتر. انا عندي هنا الكيو ده، هو ده الكيو اللي بيتكلم عنه. الكيو ده حاجه محطوطه زياده بس كده عشان تخزن لي الانستراكشنز بشكل مؤقت، عشان لو في انستراكشن اتاخرت في التنفيذ
يكون اقدر احط الانستراكشن عندي في الانستراكشن كيو. برضو لو جينا نوضحها برضو على رسمه البروسيسور نفسها، كانه هنا كده حط لي، كانه هنا حط لي كيو. الكيو ده عباره عن 6 بايت، فانا المفروض ان انا باخد الانستراكشن من الذاكره واحطها في البرانش في الباس انترفيس يونت. فلو الانستراكشن دي اتاخرت في التنفيذ وانا عايز اخد الانستراكشن اللي بعدها، ممكن احطها بشكل مؤقت في الكيو ده، هو عباره عن 6 بايت، فهو بيشتغل كبافر او كحاجه او كمخزن مؤقت للانستراكشن عشان ما يعطلش التنفيذ. طيب كده خلاص احنا خلصنا فكره البايب لاين. الفيديو الجاي بقى باذن الله هنتحاول نتعرف اكتر على شكل الريجسترز في ال 8086، هيكون حاجه مكرره شويه لان احنا خدناها قبل كده. كنا الاول كنا اتكلمنا عن الريجسترز في من اول كور 2 لحد 8086. الفيديو ده هنراجع بس شويه على الريجسترز اللي موجوده في ال 8086 بروسيسور بالذات.